حل الأسئلة الوزارية شباب هنا فيما يخص المقارنة والمفاضلة. هنا أنا طبعاً السؤال هذا 2014 دور أول. My shirt is expensive than Samara's comparative adjective. طبعاً هذه قلنا إنه هذه الكلمة comparative لازم واحد يحفظها لأنه شوف هسه الصيغة شلون عرفناها من عن طريق comparative. أنا أعطيتكم ملاحظة اللي هي هذه فيما يخص قلت لكم إذا نلقى ذي ننتبه لها قبل الفراغ أو القوس وإذا نلقى ثان لأن ذني جدا مهمات. هنا إيش منطينا؟ هنا منطينا ذان بعد القوسين expensive وهي اللي يريد نسوي عليها المقارنة. ذان ما دام ذان هنا لازم هنا إيش نسوي لها expensive؟ إيش كم مقطع؟ الإي هنا أنا بين حرفين صحيحين والآي بين حرفين صحيحين إذن هاي أكثر من مقطع. لازم نخلي قبل الـ expensive نخلي more expensive. هذا جواب النقطة الأولى. النقطة الثانية people usually wear بين قوسين bright clothes in the summer or in summer than in winter comparative adjective. comparative ما دام مطينا comparative إذا بهاي الحالة لازم الـ bright شو نسوي لها؟ نشوفها أول متكون من مقطعين لو مقطع واحد هاي من مقطع واحد. ليش؟ لأنه هذا حرف إلا بين حرفين صحيحين الار والجي. هاي الحالة نقول brighter بس. عندك هنا الجواهري is known as the فراغ. إذا أنت ما دام لقيت the قبل الفراغ حسب القانون اللي أعطيك إياه أنا هنا منطيك إياه إنه إذا نلقى ذي قبل الفراغ لازم شنو نختار؟ نختار صفة المفاضلة. إذا نلقى ذان لازم نختار صفة المقارنة وشرحناها سابقا. اذا بهاي الحالة بدون ما تفكر قبل تجي تشوفون اللي بيها est او بيها most هاي greatest جيبها وتخليها هنا هذا الجواب مالتها big biggest. هذه الكلمة ضاف لها est معناها سواها مفاضلة. اذا بهاي الحالة trendy انتهت بواي قبل حرف صحيح لازم نقلب الواي الى i ونضيف est. شباب هذني هاي 2012 دور اول هاي 2014 دور اول هاي صد بها السنوات اللي جاي بها بالوزاري. زين تجي على tall tallest practical. ايش كم هنا طبعا سواها مفاضله. practical حرف عله بين حرفين صحيحين ال a. هنا انا i حرف عله بين حرفين صحيحين t وال c. عندك ال a بين حرفين صحيحين. اذا بهاي الحاله لازم يكون الجواب most practical. زين عندك هنا clean cleaner سواها مقارنة نضاف لها ER. trendy نقلب الواي إلى I ونضيف ER that. it was the happiest day. ما دام قلنا they قبل القوسين إذا ندور وين المفاضلة. المفاضلة يا أما الكلمة اللي بيها EST أو اللي قبلها most. إذا هنا وينها happiest. run about the هنا the شوف اذا قبل تجي على اليمن most. شباب هذني وزاري. زين coldest good طبعا ما دام ضاف لها est طبعا هاي هنا شاذة لازم شو تصير best حسب هذه الشواذ اللي شرحتها بالدرس الفات. good صير best. زين هذا الاسئلة البقية شباب clean cleaner ضاف لها ER معناها شنو سواها مقارنة. الباد شو تصير worse ايضا شاذة. cotton shirts are trendy than ما دام than يدل على comparative المقارنة. اذا لازم نضيف لها ER. ليش؟ لان مقطع واحد E بين حرفين صحيحين قلنا comparative هذا كدليل على انه مقارنة وعدنا than كدليل على انه مقارنة. اذا نقلب الواي الى I ونضيف ER صير trender. The effort is long than هنا هم نفس الوضعية ما دام than منطينة وعندنا هنا comparative long شو تصير longer. I think white trousers are فراغ than ما دام than إذا لازم يقول لنا هذه مفاضلة. نروح ندور وين الـ ER والـ more. هاي شوف تيجي على more fashion تخليها هنا 12 دور ثانية. Which is the big country in the world?
سوبرلاتيف. هذا شباب هنا ما دام منطينا قبل القوسين هذا يعتبر قوسين they معناها، ومنطينا هنا هم سوبرلاتيف إذا معناها هاي شنو لازم نسوي هذه الصفة نسويها بالمفاضلة big صير biggest، نضاعف الجي ونضيف est. I think Hitchcock was فراغ فيلم director the good better the best. هنا the good شباب لو better لو the best. اولا the good ما تصير شباب، البتر تستخدم مع التفضيل وما منطينا هنا ذان، the best هي الجواب الافضل. ليش؟ لان they واجت بعدي شنو تفضيل اللي هي المفاضل مال البيست، was the best film هذا الجواب. strong stronger thin مقطع واحد لازم نضيف له نفس هذه thinner نضاعف الان ونضيف er. my shirt is expensive than summer comparative adjective هذا 2015 دور اول. عندك هنا ما دام منطينا ذان وهذا يتكون من اكثر مقطع شلون عرفنا؟ لانه هنا انا اي عده بين حرفين صحيحين، عندك الاي بين حرفين صحيحين، اذا الجواب يكون more expensive. نجيب more من يمنا ونخلي expensive انتهى.